أحبائي الكرام، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ أموركم مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي ظروف جيدة. هذا اليوم نهار تاني عيد. أنا كيما قلت لكم البارح كنت عيانة، شديت اللحم كله درته في الثلاجة باش ما يخسرش ليا، وأختكم تحرقت من يدي، طار عليا الكالامار، جيت نقليه للدراري ويطير عليا حرقني من يدي. مشكل كيوقعوا هاد لي زاكسيدو هكايا. أنا غنجبد اللحم كله نغسلو لحقاش، حيت قوت لي يدين عند الجزار ما كدوزيش خاطري نديرو هكا في الثلاجة. نغسل كل شيء هكا، الكتاف والفخيضات وكل شيء، كل شيء غنغسلهم. هانتوما كتشوفوا صافي، غنغسل هذا اللحم كله ونرجع معاكم. تمام، ملي ساليت هذاك الغسيل ديال اللحم كله غادي نخليه يتسخطر، ملي تسخطر لنا مزيان غادي ندوز باش نعزل اللي دير في الكونجيلاتور دار واللي نقطعها نقطعها. غنصيب معاكم القديد وكل شيء، راه يدي كتحرقني، عرفتي كنوصلها للمسخون كتقتلني. صافي غادي نفرق دوك اللحم ديال الطاجين، نحيدها واللي ديال الضلوع نحيدهم، لي كوتلات نحيدهم، هادي العنقرة كل شيء غادي نعزلهم في الميك اللي غندخل الكونجيلاتور ونرجع معاكم. حيدت داك اللحم اللي غندير في الكونجيلاتور ديال العنقرة وداكشي، وغنحيد هادوك ديال الشواك اللي في الكوتلات وداكشي، غادي نحيدهم نقطعهم ونديرهم قديت. انتم ما كتشوفوا، راه ساهل يعني يدكم تخدم هكا، والميكات اللي غديروا في الكونجيلاتور والقديد درت عي شويه القديد ماشي بزاف. انتم غتشوفوا كل شيء على عينيكم، يعني راه ما كنخبي عليكم والو المتتبعين الكرام ديالي. صافي على هذا الشكل هكا تا غنسالي كاع هاد لي كوتلات، ماشي الكوتلات، هاد الضلوع اللي دوك الصفقه اللي كتكون فوق الضلوع كنحيدها كنديرها قديدها. نتوما على هذا الشكل هكايا، وهادو غنخليهم تنديرو في الفران. صافي تما نديرو في الصاك ونديرو في الكونجيلاتور. صافي ملي سالي داكشي غادي نجيب الكتوفه. الكتوفه تما غنحيد ليهم هادوك، شوفوا هانتوما هاد هادوك الجليلات اللي كيكونوا لاصقين هنا كنحيدهم حتى هما، كنديرهم القديد، ما غاديش يتكلوا واخا نفورهم ولا نحمر الكتف، ما غاديش يتكلوا، كيبقاو عا كيتلاحوا بعض المرات. اللهم انا كنحيدهم هكا على هاد الشكل هكا، كنديرهم قديد. شوفوا صافي غير شويه كان دوك جنيبات ديال الكتف هكا، تشوفوا الطريقه راها يعني الشرح واضح. انتوما صافي غادي نديرو في الكونجيلاتور حتى هما. صافي وجبت هذوك يعني الرجله، وكل واحد اش يقول ليها الرجله ديال تاهي، غنحيد دوك هذوك الجليدات اللي تيكونوا هنايا او الصفاقه كما كنقولوا، كل واحد اش يقول ليها. صافي مع القديد كيبغي شويه ديال الشحمه. صافي غنقطع كل شيء، غندور عليها كلها نقطعها على الطريقه هكا، الشرح راه واضح. صافي وحده هذه اللي غندير بها القضبان كلها غنقيها هكا، غنحيد لها كل شيء ديك الجده الفوقانيه، غنديرو في القديد حيت في القضبان راك عرفتو ما كيبغيش حتى حاجه، ما يبغيلاش حمى لا والو. وحده غنخليها صينه، تنبغي نديرها بالبرقوق نقطعها، والاخرى غادي نديرها بقضبان. هانتوما ساهل الشرح راه واضح، يعني قطعت القضبان كلها هانتوما كتشوفوا، يعني راه ساهل، كل شيء ساهل للمبتدئين اللي ما يعرفش يقطع القضبان او يغلب عليه يعني الرجل الحولي ولا الحولي كله. هانتي صافي قطعت هذوك القضيبات، صافي بقاو هاد الشكل، نخليهم للحريره ولا نديرو في الكسكسو ولا كيما حبيتو، ولا في طويجين ولا راه باقي فيهم اللحم. صافي غادي نقطع القضبان على هاد الشكل، يعني راه ما لحقاش حتى نص ساعه تقطعت داك ستف داك اللحم كله، قطعت القضبان، قطعت درت القديد، درت كل شيء. يعني عاد تكونوا زعما تكون اليد خفيفه هكا هكا. القضبان صافي انا ودرت واحد شويه ديال الكلاوي، بقاو ليا شويه القزبر معدنوس، واحد جوج بصلات مقطعين صغيورين مع واحد الثومه. صافي انا راه حرقتني ديك البصله في يدي، غادي ندير ليغون حيت دابا غندير العطريه وداكشي مع الحرق، راه اختكم طارت ليها الجلده في يدها. هادشي اللي كاين، وغادي نشرمل هذا القضبان. صافي ساهلين، نجبدوا القراعي ديال العطريه الكبار، شويه الملحه، شويه ديال السودانيه، نشوفوا نديروا اللي بغيتوا العطريه اللي كديروها في الشرموله ديال القضبان ديالكم، ديروها شويه تحميره، شويه البزار، شويه الكمون، شويه الخرقوم، هادشي اللي كاين. هانتوما يا راه كلشي باين. صافي وغادي نزيد شويه ديال الزيت، واحد جوج معالقات ديال الزيت كبيبرين. هادشي كاين اللي ما كيديرش الزيت، انا كنبغي ندير فيه الزيت. داك القزبر معدنوس عجبني حيت مكونجلي، عجبني مع الحروقيه. صافي غنخلط داك القضبان مزيان، يتخلطوا مزيان ونخليهم في الكونجيلاتور واحد ساعه ولا ساعتين مرقدين، حتى كنبغي نطيب العشاء حيت دابا لابخي ميدي باقي ما هادشي باغي نديرو العشاء انايا. صافي غنغطيه ونديرو في الثلاجه ونرجع معاكم، راه الشرح واضح المستمعين الكرام ديالي. صافي غادي ندوز للقديد، جبت الثومه، انا كتعجبني الثومه في القديد، وكل واحد حر يدير اللي بغا. انا نعطيكم الطريقه ديالي، غنطحن داك
الطوماط طحنتها مزيان ها القديد ديالنا. صافي غادي ندير لوح ديك تاع التومه، ما كتبقاش كاع ريحه، ما كتبقاش غير كتعطي واحد لوك زوي. وملي كتبداو طيبوا القديد ديالكم، انا هذا هو القديد ديالي كل عام. صافي كنخلط هذيك التوم مع القديد، وغادي نجبدوا العطريه ثاني القراعيط العطريه. ديروا العطريه اللي بغيتوا، درت شويه السودانيه يعني معلقه كبيره ديال السودانيه، حيت باش ما تتخلي ولا ما كيخسر لكمش القديد ديالكم. شويه ديال القزبر يابس، جوج معالق ديال هذه راه صغيره، يعني ديروا جوج معالق كبار، ومعلقه كبيره ديال البزار، الخرقوم كاين اللي كيدير كاين اللي ما كيديروش، كل واحد يدير القديد اللي كيشق له. هنا شويه الكمون وشويه ديال التحميره، التحميره مزيانه للقديد، معلقه كبيره. صافي هو الملحه، يعني انا غنحل هاد الباكيه راه محلولاش، عطاتني غير شويه. يعني كنديروا واحد جوج كيسان كبار ديال اتاي ديال الملحه، باش كي القديد ديالكم ما يديركمش الدود يخسر ليكم، تنشروه يبدا يدير الدود ولا يتجمع عليه الدبان ولا، يعني كيبقى روعه. واحد شويه ديال الزيت، غير واحد جوج معالق ديال الزيت. صافي وكان معكم داكشي مزيان القديد، وضروري خصو يبات هاد القديد، ما تديروش في النهار ديالو وتنشروه في النهار ديالو. انا راه ها نتوما معكتو مزيان وعطيه العطريه، راه كيبقى غزال والله العظيم. راك شفتوه دوز عندي العام عاد طيبته معاكم. صافي غادا ندير على الطريقه هكايا كله، غادا نجيب شي بانيو ونغطيه مزيان ونخليه يبات حتى لغد ليه عاد كنشرو. يعني راه العشيه عندي هادي، يعني واحد الربعه تقريبا. صافي وغادا نخليه يبات في الثلاجه، نغطيه ببلاستيكا. صافي انتم على الطريقه. السلام عليكم متبعين ديالي، دابا ملي ساليت داكشي ارتحيت شويه، غادي نرجعوا للعشاء. شوفوا انا عندي بطاطا هادي المسلوقه اللي كتباع في الميكات، هادي غادا نشدها دابا غادا نغسلها وعاد نرجع معكم باش نصيبو لصالاد ان شاء الله. متتبعي الكرام ديالي، سي ما بتيت في كان فا لا كويزين افيك موا انيس، سي بون تو فا لا كويزين افيك موا. وي كيس كون فا ماتنو اون فا ميتر دون ان بول، اون فا ميت لي كروند اي دون لوتر اون فا ميت لي بتي. داكوغ، شوفوا انا هاد البطاطا هادي غادا نقسمها حيت جاتني بزاف على شلاضه. هاد الصغيوره هادي غنخليها للفريت، نديرها نقليها، والاخرى الكبيره غادا نديرها لصالاد. فازي انيس تو بارطاج. انا اللي جا عندي كندخلو للكوزينه. اه وي ما شيري سورتو اينا سلام بيان فار لا كويزين. فوالا اون فوا فينير تو سا اي ابري اون روفيان. دابا اون بارطاجي هذيك الصغيوره خليتها باش نقليها، وهاد الكبيره غادي نساوي بها سلطه نقسموها. فوالا تي كوبون دو يونس تي بي بارلي. اوكي اون كوبون دو اي ابري اون فو دي بيت بار. فوالا انا كنشجع لكم الوليدات باش يدخلوا للكوزينه. ها وي كندير الكوراج بور لي زونفون كي رونتر لا كوزين افيك لوغ بارون او بيان افيك لوغ مامي. تري بيان بنتي ايناس الكوزين شيزال. اسمع انا قطعوا طريقه صغيره كلهم على هذا الشكل هكا ورجع معكم. ودابا ايناس سافيني ما شيري. وي tu veux faire quoi là, après t'as coupé le oui, j'ai tout coupé et du coup là je vais rajouter tout. Voilà, c'est quoi? Je rajoute maïs. Le maïs. Voilà. C'est une boîte? Oui. Une petite? Oui, une petite boîte. D'accord. Donne-moi ça. Encore une boîte de thon. Voilà. Boîte de thon. Bref, tu dois avoir zit dirouha. C'est avec de l'huile ou sans? C'est avec de l'huile mais après, voilà, comme vous voulez. Je rajoute un peu de sourémi. Voilà. Rajoute tout. Je rajoute tout. Voilà. C'est les mecs que j'ai joué, on fait chlada. Après, je mets du sel. Voilà. Un petit peu. Voilà. Parce qu'on ne peut pas mettre trop de sel. Il y a le. Oui, il y a la mayonnaise. Ouais, mayonnaise. Il y a un peu le thon. Voilà. Poivre. Un petit peu. Et après, on rajoute deux cuillères, deux grandes cuillères de la. De mayonnaise. Mayonnaise. Ou la cuillère wahda, comme vous voulez. Voilà. Voilà, et après, on. Après, on mélange tout. Voilà, tu mélanges tout. Ah, tu as de la chenade à poule, hein, ça va dire. Oui. Et là, tu vas faire les tomates. Oui, je les coupe. Voilà, on va y couper les tomates pour décorer. Ni trop fin, ni trop gros. Voilà, parce que décorer la chenade à dire, hein, c'est toi qui vas faire la salade alors. Oui. D'accord. هي تقطع هاد المطيشه وترجع معكم. اي ماتنو لا كوبي لي طوماط، هي قطعت مطيشه، واش غديري؟ غديكور عليك. وي جو في ميت دو لا سالاد تو تو تو. داك اي انا ميت كل شيء هنايا. داك تبي كي شتي دان تي بو؟ وي جو بيان. فوالا
خمسة باش تعاونوا وليداتكم. سي ما بتيت برينسيس انا في لا كويزين افيك موا. زوينة لا سالاد وي تخي بيان بنتي تي كويزين تخي بيان فاز فوالا شفت انا غناكلها كلها صافي. ودابا غتشدي لا سالاد وتسوسيها هنايا تري بيل سالاد دي سا وي وي. ايناس ملي كانت صغيره كانت دايما كتعاوني في لا كويزين تتسوفيا ما شيري وي جو مسوفيا فوالا الكوب توجور لي زونيون لا بيان كويزيني فوالا فوالا تري بيان. تي برو لي طوماط تي لي كوم سا وتو فوالا كيما درتي ليها. المهم ناكل شلاضه ديال بنتي ياكي وي صافي صافي المهم ماشي نبقاو ناكلو في اللحم ونطوم مالاد او موج با تو طو لا فياند لا فياند باسكو يا العيد اون فو مونجي لا فياند لا فياند ياك او موج ان بو دو ليغيم بو دو فروي. المهم ها الشلاضه ديال بنتي تي بي لا بروندر دوفو الكاميرا كوم سا فوالا هانتوما الشلاضه ديال بنتي وميرسي وغتعاوني في القضبان تعاوني في كلشي ورجع معكم ديرو في الثلاجه. ودابا حبايبي الكرام ضروري خاصنا شي صوص باش ناكلوها مع القضبان. انا شديت هذوك الفولات سلقتهم شويه الماء غير تسلقوا عي شويه مع شويه الملحه صافي دغيا كيتقطعوا ساهلين وزوينين كيجوا في الطويجين هكايا. بغيت كل واحد واش كيفاش كيدير ليهم. انا كندير لهم الطريقه ديال مطيشه في الطاجين صافي غنطحن واحد جوج مطيشات طحنو مزيان وشدي الطواجين ديالي اللي كنطيب فيه العادي صافي غندير فيه شويه زيت البلديه وحسب واحد 3 معالق ديال زيت البلديه وغادي ندير واحد 3 طومات مقطعين طريفات صغيورين ونخليهم يتقلاو صافي. ورجع معاكم بعد ما راه تفرقع عليا الطاجين حيت ما درتلوش ديك الحديده اللي مورفه كندير درت في واحد المقله اخرى صافي تقلات ديك الثومه ودرت مطيشه وشويه القزبر معدنوس صافي وشويه ديال الحامض والعطريه. ديروا اللي بغيتوا دير الثومه الخرقوم سكين جبير الابزار شويه ديال السودانيه وشويه الملحه صافي ونخليها تقلى ليا هاد المطيشه مزيان ورجع معكم اللي تقلات مزيان. انتما كتشوفوا زدت واحد السكويز ديال الماء فوالا وكنزيد هذوك الفولات كيجيو زوينين في الطويجين ولداد. باش ندير القضبان دابا قبل ما نبداو لي بروشيت ايناس سلامي لي غون باش ما توسخش يديها يا لي زيبي سي سا ايناس اوكي باتي اون لاف لو باستيك كي تيلونج بيان بس فوالا خليو لي بروشات ديالكم شويه مرقدين تقريبا واحد ساعتين دابا هما في الثلاجه صافي سي تري بيان. ودابا غادي نحك دوري هكا باش كومسا بالكاميرا فوالا فوالا حتى جلا لي كومونسيات تي بخون هكا هزي فوالا نو تي لمي طويل هكا هكا جيسكا لا فان فوالا تي مي 5 او 6 او 7 جيسكا تي لو رومبلي ان تي بو ايسي صافي هي غتعمر القضبان وانا غندير لي فريت يطيبو. كيس كي تي با فيغ با جي مي لي بروشيت دون سا داكور فاز يلا تي مي لا وي وي تي مي صافي غديرهم هنايا ونحطو فوق الشوايه. وهنايا شعلت فاخر بحال البارح درتلو الطريقة ديال البارح. يلا ايناس سي تخيب يا بنتي ابخي اون فا اليمي افيك لو سيش شيفو كوم ايير. ايناس اش غادا دير؟ فازي ايناس باوي فالي تي اليم باغ لا هايدي با اليمي الفوق فازي فازي. شوفو السيشوار دغيا يشعل ليكم الفاخر ابخوش احنا اليوم عندنا الصهد. شوف البنات فرا كانوا كيتشمشوا والمستمعين الكرام ديالي عايشين في الطبيعه. ها انتوما يعني في الهواء الطلق بغا يجلسوا ليا في بلايستي حيت انا هادي بلايستي كنجلس فيها دائما درك نتعشاو هنا. قلت لهم مرحبا متابعي الكرام ديالي تسرات هاد الحلقة ديال هاد العشاء اللي عليك ما بتيت في ايناس كالما ايدي هي اللي عاونتني في العشاء فوالا شلاضة طاطا هي هادي اللي قليت الخبز ريستي قلت ليهم نصيبو الطبرة الاخرى ما بغاوش. هانتوما حاطين الماء القراعي كلشي هنايا الدنيا هانية والسما صافية
كنعيشوا الشعبيه الشعبيه هي هذه. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ولا عجبكم ما تنسونيش بلايكات ديالكم، لي جيم، لي كومونتير زوينين ديالكم، وتنقول لكم الى الحلقه القادمه ان شاء الله. مع السلامه.